الخير وأهلا بكم مشاهدينا في جولة الصحافة التي نطالع فيها أبرز المواضيع والأخبار التي تداولتها الصحف الإقليمية والدولية. والسؤال هنا، هل ستصبح مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان خليفة ماكرون أو خليفة ماكرون بفرنسا؟ هذا أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم والبداية السورية من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت تسارع التوغل الإيراني فوق أراضي سوريا، وتحتها قالت الصحيفة كثفت إيران من جهودها لتعزيز توغلها في مناطق الحكومة السورية سواء فوق الأرض أو تحتها عبر تخزين أسلحة وذخائر في أنفاق. وقالت مصادر سورية معارضة للشرق الأوسط أنه في تكتيك عسكري جديد يهدف إلى بسط نفوذ إيران على أكبر مساحة من الأراضي السورية، عزز الحرس الثوري الإيراني وفصائل موالية بينها حزب الله اللبناني وفصيل لواء فاطميون الأفغاني، إضافة إلى حركة النجباء وعصائب أهل الحق العراقيين ولواء الباقر السوري وجودهم في نحو 120 موقعا ومقرا عسكريا في مناطق في حمص الشرقي وبادية حماة وبادية الرقة ودير الزور ومحافظة حلب. وأضافت أن هذه المواقع تعززت مؤخرا بنحو 4500 عنصر من الفصائل الموالية لإيران وبأعداد من منصات الصواريخ والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة وأجهزة اتصالات، واستولت الفصائل أيضا مؤخرا على مستودعات مهين الاستراتيجية شرق حمص عقب توسع نفوذها في مطار النيرب العسكري في محافظة حلب على حساب القوات الروسية وقوات الحكومة، كما أنشأت معسكرات لتدريب متطوعين من السوريين. ونقرأ في صحيفة إسرائيل اليوم التي عنونت متسائلة كيف أصبح الميزان الديموغرافي في سوريا تهديدا لإسرائيل؟ كتبت ليلاخ شوفال مع نهاية الحرب الأهلية في سوريا يشخص الجيش الإسرائيلي تهديدا جديدا يجلبه معه التغيير الديموغرافي في سوريا حين ترتفع الضائقة المدنية، فثمة تخوف من أن أيضا تسارع إيران أو تستغل إيران وحزب الله اللبناني لتجنيد أو لوضع التجنيد مؤيدين ونشطاء من بين أبناء الطائفة الشيعية مثل ما فعلوا في لبنان. ويخيل أن الرئيس السوري ولد من جديد فهو يسيطر أيضا على أكثر بقليل من 60% من المساحة الأصلية التي كانت تحت سيطرته قبل عام 2011 فضلا عن التغيير الإقليمي. جلبت الحرب معها تغييرا واضحا في التركيبة الديموغرافية في سوريا، فاليوم يبلغ عدد سكان سوريا في الأرض التي تحت سيطرة الحكومة نحو 10 ملايين مواطن فقط، فإيران معنية باستغلال ما يجري في سوريا بشكل غير مفاجئ، فهي تحاول الدخول إلى الفراغ ولا ضرورة لموافقة ورضا الرئيس السوري لفضل موسكو عليها وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم. أيضا نشرت صحيفة البيان الإماراتية مقالا للكاتب جمال الكشكي تحت عنوان ماذا وراء حل البرلمان التونسي؟ جاء قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان ليؤكد رسالة ليس فقط إلى حركة النهضة بل إلى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بأن كل ألاعيب وتحركات الجماعة الإرهابية مكشوفة ومرصودة من الأجهزة الوطنية، وأنه لا مكان لأي إرهابي على الأراضي التونسية ولا وجود إلا لشرعية واحدة وهي التي تحكم الآن، وأنه بات من غير المسموح التسلل لخلق انقسام بين الشعب التونسي وإثارة الفتنة والفوضى داخل المجتمع. اللافت للنظر هنا أن قرار حل البرلمان وجد ترحيبا وقبولا كبيرين من كافة الأطياف الوطنية للشعب التونسي، لا سيما أن المعلومات لدى أجهزة ومؤسسات الدولة التونسية أكدت أن هناك مخططات ومؤامرات كانت تجرى لضرب جهاز أمن الدولة التونسي وتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال لشخصيات مهمة في الدولة وإيقاظ الفتنة والفوضى من جديد، وذلك بهدف إرباك حالة الاستقرار في الداخل ومحاولة شل حركة المؤسسات الوطنية التي استعادت عافيتها منذ منتصف العام الماضي. هذا غير أن المعلومات تؤكد أن حركة النهضة كانت بالتنسيق مع تنظيمها الإرهابي الدولي تضع خططا وسيناريوهات تهدف إلى خلق هوة وفجوة واسعة بين الشعب التونسي وبين الرئيس قيس سعيد من خلال اللعب على وتر الأزمة الاقتصادية.
وسط قرارات الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وردود الأفعال الإيجابية من الشارع التونسي الذي أيد بقوة هذه القرارات، فإننا لابد أن نتوقف أمام مشاهدات غاية في الأهمية يأتي في مقدمتها أن الشارع التونسي يرفض رفضاً باتاً أي محاولات لإحياء هذه الجماعة الإرهابية مرة أخرى، وأن الشارع مستعد لأن يدفع أغلى الأثمان لمواجهة هذه الجماعة الإرهابية. والمشاهدة الثانية تؤكد أن المؤسسات الوطنية التونسية اكتسبت مناعة وقوة لا يمكن خلخلتهما بسهولة. أما المشاهدة الثالثة فهي تمثل جرس إنذار خطير، فالمحاولات التي قامت بها حركة النهضة في تونس من أجل العودة واستعادة نفوذها في الشارع هي رسالة إلى الشعوب بضرورة اليقظة والحذر من محاولات تسلل هذه الجماعة الإرهابية بأشكالها المختلفة مرة ثانية. إلى الشأن الشرق أوسطي، شرق أوسطيا، صحيفة الشرق الأوسط عنونت سقوط 3 صواريخ قرب مصفات نفط في أربيل. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الأربعاء أن 3 صواريخ سقطت قرب مصفات نفط في مدينة أربيل دون أن تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار. ونسبت وكالة الأنباء العراقية إلى السلطات قولها أن الصواريخ أطلقت من منطقة الحمدانية في محافظة نينوى. وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لرويترز أن المصفات التي سقطت بقربها الصواريخ يملكها رجل الأعمال باس كريم برزنجي، الرئيس التنفيذي لشركة جار جروب للطاقة، والذي استهدفت صواريخ إيرانية منزله الشهر الماضي. وأشن الحرس الثوري الإيراني هجوما بصواريخ باليستية على أهداف في أربيل الشهر الماضي، وقال إنه استهدف مركزا استراتيجيا إسرائيليا، في حين نفت سلطات الإقليم وجود أي مواقع إسرائيلية على أراضيها. وبالانتقال إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي عنونت التوصل لصفقة نووية مع إيران أهم من رمزية تصنيف الحرس الثوري، كتبت أنشال فوهرا إن التوصل لاتفاقية مع إيران أهم من رمزية وضع الحرس الثوري على قائمة الجماعة الإرهابية، ولهذا فقد حان الوقت لتقديم تنازلات بشأنه، ذلك أن الموضوع بات يعوق التوصل لإحياء الاتفاقية النووية التي وقعتها إدارة باراك أوباما في عام 2015 وألغتها إدارة دونالد ترامب في 2018 وترغب إدارة جو بايدن بإحيائها. وأضافت أن الأسابيع الأخيرة الماضية شهدت تحولا في نبرة الدبلوماسيين من القول إن إحياء الاتفاقية النووية ستحصل في أيام إلى الاعتراف أن توقيع صفقة ليس مؤكدا، وبدأت المحادثات قبل عام، ولكن الزمن يمثل الجوهر بالنسبة للغرب الذي يرى أن إيران في أقل من شهر ستحصل على قدرات تمكنها من صناعة القنبلة النووية، ولأن طهران شعرت أن لديها التميز فقد خاضت في عملية مضايقة أخيرة. ونقرأ في صحيفة أحوال تركيا التي عنونت قبرص تسعى إلى تقييد مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى تركيا. ستضغط الحكومة القبرصية على دول الاتحاد الأوروبي لحملها على خفض مبيعات الأسلحة إلى تركيا، وقد طلبت من البرلمان المساعدة في هذا الجهد واتخاذ مبادرات دبلوماسية تهدف إلى منع هذه المبيعات لتركيا، فيما يلي مقتطفات من مقال إلياس حسو في موقع سايبروس مايل. نوقشت القضية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء. قال وزير الدفاع القبرصي شارا لامبوس بيتريديس إن هناك جانبين لهذه القضية، الأول يتعلق بصادرات الأسلحة وبيعها لتركيا، والثاني يتعلق بمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية حول نوع الأسلحة التي تمتلكها تركيا. وأشار مسؤول في وزارة الخارجية إلى أنه منذ الهجوم التركي على سوريا شدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا، وهي قضية تثير قلق الأخيرة. أيضا في الشأن الشرق أوسط، نشرت صحيفة الخليج الإماراتية مقالا للكاتب يونس السيد تحت عنوان العراق نحو فراغ دستوري. بات في حكم المؤكد أن العراق دخل في حالة فراغ دستوري اعتبارا من 6 أبريل نيسان الجاري، حيث انتهت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 3 محاولات فاشلة جرت منذ 9 فبراير شباط الماضي.
وعلى الرغم من أن أي مهلة جديدة يمكن أن تمنحها المحكمة الاتحادية حتى لو كانت وجيزة، إلا أنها ستكون خطوة غير دستورية كما اعترف بذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى. ومع ذلك فإنه من غير المأمول التوصل إلى حلول أو توافق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد، وبالتالي تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها التصدي للتحديات القائمة والمشكلات الكثيرة التي تواجه البلاد بسبب الانقسام المستحكم والخلافات العميقة بين القوى السياسية وحتى داخل كل مكون من مكونات البلاد الأساسية. هذا الإخفاق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية دفع الصدر إلى التشدد أكثر ورفض أي صيغة توافقية مع قوى الإطار التنسيقي، رغم أن التوافق داخل المكون الشيعي هو وحده الكفيل بحل المشكلة، معتبرا أن التوافق مع الإطار التنسيقي هو نهاية البلاد. وبدلا من ذلك فقد منح الصدر مهلة 40 يوما للإطار التنسيقي لتشكيل حكومة من دون مشاركة التيار الصدري، وهو يدرك استحالة حدوث ذلك، ما يعني تعميق المأزق السياسي وتجاوز المهل والاستحقاقات الدستورية. في ظل هذا الانسداد السياسي يبحث الجميع عن مخارج قانونية ودستورية بما في ذلك القضاء، حيث تظهر إلى جانب المأزق السياسي الكثير من الثغرات الدستورية، خصوصا تلك المتعلقة بالسلطات الثلاث الرئاسية والتنفيذية والتشريعية. وهناك من يرى أن المخرج يتمثل في حل البرلمان والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهو أمر ترفضه قوى الإطار التنسيقي بشدة، وتصر على التفاهم فيه مع التيار الصدري وتوحيد قوى المكون الشيعي للتعامل مع الاستحقاقات الأخرى، الأمر الذي يعتبره الصدر ضرباً من المستحيل، لأنه لن يتخلى عن حكومة أغلبية وطنية عراقية تنهي نهج المحاصصة الطائفية والسياسية. إليكم الشأن العالمي. عالميا، صحيفة إيرغومينيتي إيفاكتي الروسية التي عنونت هل يمكن أن يرفع العقوبات عن روسيا غليب إيفانوف. في 3 مارس تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا في حال وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا والاتفاق مع كييف، ولكن الخبراء الروس يشككون في إمكانية رفع العقوبات. هناك عدة أسباب لذلك، كما قال مدير البرامج في منتدى فالداي إيفان تيموفيف، وأضاف كانت هناك سوابق عندما تم تخفيف العقوبات أو رفعها، لكن تبع ذلك مطالب سياسية جديدة وسرعان ما عادت العقوبات. أما بالنسبة لرفع العقوبات عن الأشياء التي تهم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي فهذا ممكن، فمنذ وقت ليس ببعيد قدمت واشنطن استثناءات للمعاملات المالية المتعلقة بالأسمدة. يتم ذلك لأن روسيا وبيلاروس هما أحد الموردين الرئيسيين للأسمدة في العالم. هذه الاستثناءات ممكنة إذا احتاجوا إلى إطفاء حريق اقتصادهم بسرعة. وبالانتقال إلى مجلة إيكونوميست التي عنونت الدولار واليوان، لا شيء يهدد العملة الأمريكية حاليا. استبعدت المجلة أن يلعب اليوان دورا كبيرا كعملة دولية، وقالت أن الدولار الأمريكي يتمتع بخصائص تجذب المتعاملين حتى في الأماكن التي تراجعت فيها هيمنته. ويشير تحليل المجلة إلى أن الأرقام الحالية تؤكد أن الدولار لا يزال مهيمنا على سوق العملات، على الرغم من تراجع هذه الهيمنة في بعض الأماكن لصالح عملات أخرى، إلا أنها أيضا تتمتع بموثوقية لطالما تمتعت بهذا العملة الأمريكية. وبعد الهجوم الروسي لأوكرانيا أثيرت تساؤلات حول هيمنة الدولار على نظام التمويل والتجارة، وما إذا كان الصراع سيسرع من استخدام العملات المنافسة ويتم إنشاء نظام عملات متعدد الأقطاب يلعب فيه اليوان الصيني أكبر دور. وتقول بلومبرغ أنه رغم ذلك تعاني العملة الصينية من أجل الحصول على حصة سوقية في المعاملات العالمية مع فرض الحكومة ضوابط صارمة عليها. ونقرأ في صحيفة الاندبندنت البريطانية التي عنونت هل تصبح حليفة بوتين خليفة ماكرون بفرنسا؟ قالت الاندبندنت مع تراجعه في استطلاعات الرأي قبل بدء السباق الرئاسي، يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة عميقة قبل أيام من جولة التصويت الأولى وفقا لاستطلاعات الرأي والمحللين السياسيين، فيما تتقدم اليمينية المتطرفة مارين لوبان بثبات في السباق الانتخابي. وذكرت الصحيفة أن ماكرون أضحى أقل شعبية وقد يعاد انتخابه بصعوبة،
حيث أظهر استطلاع أجراه مركز هاريس التفاعلي ليبحث الرأي، والذي جرى خلال الأيام الأولى من الشهر الحالي فوزه في الجولة الثانية ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان سيكون بنسبة 51.5% إلى 48.5%، سيكون لرئاسة لوبان لفرنسا تأثير كبير على الشؤون العالمية، فهي حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب صحيفة الاندبندت. وفي الشأن العالمي، نشرت صحيفة اندبندت عربية مقالا للكاتبة ماري ديجي فيسكي تحت عنوان روسيا أيضا متخوفة من إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة. يبدو أن الحرب على أوكرانيا وصلت إلى نقطة تحول، على الرغم من أنه غير واضح حتى اللحظة المنحى الذي ستأخذه في التصريحات. على الأقل روسيا هي التي تبادر بالتحول تماما، كما ابتعدت عن العاصمة الأوكرانية كييف لتركز جهودها على الشرق الأوكراني. أوكرانيا من جهتها تقول إن الهجمات الجوية الروسية لم تهدأ، وما من دليل يذكر عن أي تحركات للقوات الروسية للتزود بالمؤن وإعادة تجميع الجنود. إضافة إلى ذلك، ترى أوكرانيا في موافقة روسيا على الانخراط في المفاوضات التي ترعاها تركيا مجرد محاولة لشراء الوقت. ولكن يبدو أن هناك تغيرا ما قد طرأ، فأفادت التقارير الأمريكية بأن روسيا تقوم فعلا بنقل جنودها بعيدا من كييف، كما غادرت القوات الروسية مفاعل تشيرنوبيل لتوليد الطاقة النووية بعدما كانت سيطرت عليه مع بدء الاجتياح. كما تم التوافق على القيام بإجلاء المدنيين الذين لا يزالون عالقين في مدينة ماريوبول المدمرة، فيما هدأت أجواء الحرب في كييف على ما يبدو، إلى حد أن المقاهي عاودت فتح أبوابها وعاد عازف الشارع بخجل إلى شوارع المدينة. غالبا ما تشهد الحروب مثل فترات الهدوء هذه التي ربما تكون مضللة بقدر ما هي مرحب به. ولكن إذا اعتبرنا أن الحرب وصلت إلى نقطة تحول، إذا كان القتال بدأ يتركز فقط في مناطق إقليم دونباس، وإذا كان التفاوض بدأ يحل مكان القتال، فإن أسباب ذلك ربما لا تكون بالضرورة ما تبدو عليه الأمور. إن الأسباب التي أدت إلى تغير في السياسة الروسية هي واضحة من المنظار الأوكراني، وإن ضخمها المهللون الغربيون فروسيا أساءت تقدير كفاءة القوات العسكرية الأوكرانية التي تلقت التدريب على يد الغرب إلى حد كبير، كما أساءت تقدير الإرادة الأوكرانية للقتال من أجل المحافظة على استقلال البلد. أضف إلى ذلك الضغوط التي يتعرض لها الرئيس فلاديمير بوتين داخل بلده، كما عددها مدير جهاز الاتصالات المركزية الحكومية البريطاني خلال الزيارة التي قام بها إلى أستراليا، وخلاصتها المنطقية لأن روسيا تستميت من أجل إيجاد مخرج للأزمة. مشاهدينا، لنرى ماذا حدث في مثل هذا اليوم. نقف الآن عند محطات أخبارنا المنوعة. أخبارنا المنوعة بداية من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت علماء يحذرون موجات الجفاف تتسارع مع ارتفاع درجات الحرارة بالعالم. حذر مجموعة من العلماء من أن موجات الجفاف السريعة تضرب بشكل أسرع مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم، فقد توصل تحليل جديد لحالات الجفاف الخاطفة
إلى أن موجات الجفاف التي تحدث فجأة يبدو أنها تضرب بشكل أسرع في العقدين الماضيين، مع ظهور ما يقرب من 33.46% من حالات الجفاف المفاجئ بغضون 5 أيام فقط، وذلك حسب ما نشر موقع ساينس أليرت المعلي أو العالمي العلمي المتخصص. وفي هذا الإطار فقد لوحظت هذه الظاهرة في العديد من البلدان بما في ذلك الجفاف في أمريكا الشمالية 2012-2013 والذي ظهرت خلاله ظروف الجفاف السريعة وسط الولايات المتحدة بغضون أسابيع جنبا إلى جنب مع الأحداث الأخيرة وفي أستراليا والصين وأفريقيا من بين دول أخرى. أيضا إلى نيويورك، أفاد تقرير للأمم المتحدة أن معالجة قضية تغير المناخ لن تتم إلا بخفض شديد للانبعاثات في جميع القطاعات من الزراعة والنقل إلى الطاقة والبناء. في تقرير موسع صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، جاء أن إجراءات مثل الخفض الهائل لاستخدام الوقود الأحفوري وزراعة الغابات والحد من تناول اللحوم ليست سوى جزءاً من إجراءات ضرورية في هذا العقد لاحتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجة ونصف درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية. وعلى الرغم من التحذيرات المتعلقة بتغير المناخ الصادرة عن الهيئة منذ عام 1990، استمرت الانبعاثات في الارتفاع على مستوى العالم في العقد الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. ونتيجة لذلك تتجه تلك الانبعاثات إلى أن تتجاوز حد الاحترار البالغ درجة ونصف درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس لعام 2015، والوصول إلى حوالي 3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع إصدار التقرير إن المشاركين في مؤتمر المناخ 26 في غلاسغو غادروه بتفاؤل ساذج بناء على وعود والتزامات جديدة، لكن التعهدات الحالية بشأن المناخ لا تزال تعني زيادة بنسبة 14% في الانبعاثات، ولا يتخذ معظم المصدرين الرئيسيين للانبعاثات الخطوات اللازمة للوفاء حتى بهذه الوعود غير الكافية. ويشير التقرير إلى أنه في هذه المرحلة فإن الخفض الشديد للانبعاثات في هذا العقد في جميع القطاعات من الزراعة والنقل إلى الطاقة والبناء يمكنه فقط أن يغير الأمور، وحتى مع تحقيق هذا ستحتاج الحكومات أيضا إلى تعزيز الجهود لزراعة المزيد من الأشجار وتطوير تقنيات يمكنها التخلص من بعض ثاني أكسيد الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي بعد نشاط صناعي مستمر منذ أكثر من قرن. وقال جيمس كاير الرئيس المشارك في التقرير في بيان إما الآن وإلا فلا، والتقرير هو الأخير في سلسلة من 3 أجزاء تصدرها الهيئة مع عدم توقع دورة المراجعة التالية قبل 5 سنوات أخرى على الأقل. والآن وقفة مع أبرز الرسوم الكاريكاتيرية الصادرة لهذا اليوم. نهاية جولة الصحافة، شكرا لكرم المتابعة ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم tv.net. إلى اللقاء.